السلام عليكم. شوف ازاي نعمل حركة في برنامج سيم لاب. اول حاجة اعملها ان انا هاجي هنا ادوس على انيميشن، وبعد كده اختار ان ده يبقى كبشر كي فريم. بيقول لازم تحدد عنصر، فبحدد العنصر دوت اهوت تمام. طيب ده مقفول اهوت، فهفتح الاف بتاعه عشان ينفع يتحرك معايا، واخد اول لقطة، وبعد كده هبدأ اتحرك في المؤشر اهوت، وبعد كده هروح اقول له انا عايز اعمل موف اهوت، هحرك بقى من السهم دوت بالشكل دوت، واقول له ضيف لي هنا ايه كي فريم، وبعد كده هاجي هنا في الاخر عند رقم 100 وابدا اضيف حركه كمان اهوت، وبعد كده في اي وقت اقول له بقى انا عايز اعمل تشغيل، فيبدا يعمل التشغيل بالشكل دوت. طيب تقدر برضه تيجي هنا تاني تعلم على عنصر اخر، مثلا العنصر دوت مقفول اهوت، هتبدأ تفتحه تمام. هنبدأ نختار أول فريم اللي هو الزيرو، وهقول له دوت خد الكي فريم دوت تمام، وأبدأ أتحرك شوية كمان، وهقول له ده برضه حركه بالشكل دوت، وبعد كده هاجي هنا في المية وأبدأ أحرك دوت أهو. فلما تيجي تعمل تشغيل هيبدأوا يشتغلوا بالشكل دوت.